الجميله دانا ابو زيد، اهلا بيك معانا في فوشيا، مشرفانا ومنورانا. عايزك بقى النهارده تكلميني عن ليالي رمضان. ليالي رمضان عامله ازاي مع دانا ابو زيد؟ تمام، كل سنه وانت طيب. الاول في فوشيا كل سنه وانتم طيبين. اجواء رمضان العادي، بنصوم بنصلي، ممكن نيجي الخيام بالليل. انا شايفه اجواء رمضانيه حلوه قوي، في خيام كتير اشتغلت وفي نجوم كتير اشتغلت، في حركه الحمد لله. يعني شايفينك زي القمر. ازاي بتحافظي على جسمك وازاي بتحافظي على الدايت في رمضان وسط الوجبات الدسمه اللي بتبقى موجوده في الشهر الكريم؟ بص، اهم حاجه هو الزبادي والسحور وبس، يعني بلاش اطباق بس، يعني فاهم ازاي؟ الواحد بيفطر كويس بس بالليل كل خفيف، هتلاقي جسم طبعا، ورياضه طبعا، الجيم، الجيم طبعا اهم حاجه. ده انت بتدخلي مطبخ وبتطبخي وبتعملي اكلات؟ لا مش عايز اكدب قوي يعني حسام، بس يعني ساعات ممكن. ايه الاكلات اللي احنا ممكن نقول ان انت شاطره فيها؟ بحب اعمل باستا، دي بعملها حلوه. مكرونه بشاميل، اي حاجه صوص ابيض دي حلوه فيها، غير كده لا. نتكلم بقى شويه في الفن. رمضان السنه دي دسم بالمسلسلات الجميله. ايه الاعمال اللي نالت اعجابك في رمضان لحد النهارده؟ انا طبعا عجبني قوي طبعا اكيد الاختيار. عجبني الصور بتاع محمد رمضان ودينا السربيني. طبعا التحفه بتاع هشام وملك، مسلسل اللي هو عاملين فيه اللي هو رافض، حلو جدا، خفيف ولايت كوميدي. ناس كتيرة جدا انتقدت مسلسل المشوار، ترد ايه بالانتقادات دي؟ بص، انا شايفه ان الانتقاد بيكون دايما موجه لمحمد رمضان مش المسلسل. ايه السبب في ده؟ بص، انا بحب محمد رمضان بس شويه ليه تحفظ، ليه تحفظ على تصرفاته، يمكن بيستفز الشعب، فدايما هتلاقي توجه ضد محمد يعني بيوجهوه بشكل المسلسل، فاهم؟ ناس كتير جدا بتبحث عن الترند، وطبعا احنا عندنا ترند ايجابي وعندنا ترند سلبي. الترند الايجابي هو اللي بينجح بشغله او بيبقى ترند بشغله، والترند السلبي اللي هو الترند المثير للجدل. شايفه مين النجوم اللي بيثير الجدل غير محمد رمضان؟ او مين اللي بيبحث عن الترند المزيف؟ يعني بدون اسماء، انا شايفه ان الترند يعني ما ينفعش دايما يبقى ترند في احوال شخصيه. انا بشوف دي حاجه مالهاش علاقه بالفن، وانا بقى ممكن ابقى ترند في شغلي، في مجالي، في الموضه، في التمثيل. يعني انا بقى ترند ان انا اتجوزت واتطلقت وهاجم فنانه كبيره لا، انا شايفه ده مش حاجه حلوه ومش حاجه تواكب ان انا ابقى عليا سبوت، ده غلط، ده انا مش معاه خالص. بس انت مش هتقولي اسماء ناس من اللي بتعمل كده؟ يعني مش لازم، يعني الناس عارفينها، معرفينها كلهم، عارفين مين اتجوز ومين اتطلق. وانا اتطلقت، لا انا اتجوزت، لا انا بهاجم. وما ينفعش كمان في رموز عندنا ما ينفعش الناس تهاجم، لان احنا مصريين، لما احنا نهاجمهم بره يعملوا ايه؟ ده احنا شفناكي في بودي جارد عامله دور حلو جدا ونال اعجاب كل مصر. بس السؤال هنا بقى، انت ليه مكله في الاعمال؟ هل في ازمه في الانتاج ولا الشلاليه هي اللي بتعمل كل حاجه في مصر؟ انت جاوبت بنفسك اهو، هي الشلاليه، كل حد عنده شله معينه هي اللي بتخش تمثل. في كام حد قاعد زيي؟ لا ناس كتير، بس انا بشتغل لكن شغلي قليل، يعني فاهم؟ لان انا ما عنديش حته ممكن تشغلني، طب ممكن عايز ادور فلان، انا ما عنديش الحته دي. انا لو في مجرم مقتنع بدانا، لان انا اوريدي ليا مسلسلات وليا مسرحيه بطوله مع النجم عادل امام والزعيم عادل امام، يعني فاهم؟ فاكيد اللي هيشوفني هياخدني، مش مستني اروح لحد. لو قلنا ايه الجديد عندك الايام اللي جايه؟ ان شاء الله المفروض في حاجه مع المخرج الكبير احمد صقر باذن الله، بنحضر حاجه كوميدي واخدينها من نسخه اجنبي بدون تفاصيل، يعني من حاجه مسلسل اجنبي، احنا واخدين النموذج بتاعه المصري كوبي بيست بس بالطريقه المصري. الاخراج ان شاء الله استاذ احمد صقر. اي حاجه. طب لا، ما انا قلت لك اخراج استاذ احمد صقر، اهو اديني اهو. هتبدأوا تحضيرات امتى؟ هتبدأوا التصوير امتى؟ ان شاء الله نبدأ تحضير بعد رمضان على طول او بعد العيد، لان استاذ احمد صقر هو احنا كتبنا خلاص، بس بيتحط الفريم الاخير دلوقتي. انا كمان عارف ان انت موهوبه بالغنى، ف ممكن تقدمي لنا اغاني قريب؟ لا، عملت مسرحيات، كنت عملت كام مسرحيه كانت غنى، لكن مش غنى غنى، لا طبعا مش زي كده. عنتر هلال مره عمل لي اغنيه زمان فانا غنيتها، المؤلف الكبير انا بحبه طبعا وبحترمه جدا، لكن لو حد بيرق انا بغني ريتاتيف اداء، يعني مش غنى غنى يعني. في النهايه بقى عايزك تقولي كلمه جمهور.
بص اي فنان بيحب الجمهور، عشان الفنان من غير جمهور ولا حاجه فعلا بجد.